أولا لا تأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. إنما أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر، بس ذكر اسمه بتصلي عليه. العلماء قالوا كما قال ابن كثير الواجب في المجلس مرة واحدة، يعني أنت قاعد لك في درس بتاع علم وكل مرة بجيبوا حديث قال رسول الله، قال رسول الله، الواجب علينا كم مرة؟ واحدة، دي واجبة، لو ما قلت حرام عليك آثم. أما قال البقية سنة فضيلة، يعني كل ما يذكر تقول صلى الله عليه وسلم، كل ما يذكر تقول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ دي فضيلة. أما الواجب شنو؟ مرة واحدة في المجلس. لكن كونك تأمر الناس تقول لهم صلوا على النبي، ما في دليل على الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقول لهم صلوا عليه، صلوا عليه. ولما يرد عليك يقول لك ألف، ألف شنو؟ ألف دي ولا واحدة، ما في صلاة اسمها ألف، ألف شنو يعني؟ وربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، كيف تقول لي ألف؟ ألف دي ولا واحدة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.